بعد معركة رهيبة جدا ما حصلتش قبل كده اصلا، الفريق الاحمر هو اللي كسب المهمة الاولى. بصوا بقى عشان انا ايه نفسي اتقطع من اول الرحلة، فبالراحة عليا كده وركزوا معايا. المرحلتين الجايين الصغيرين بس اللي بيجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسيلتين مساعدة، يا الكبار يجاوبوا بدلكم يا تغنوا اغنية. ماشي؟ نغني أوكي؟ اغنية. هنشوف بقى ممكن تعرفها. يلا تعالوا نقول صح وغلط. صح ولا غلط يعني؟ البقرة من حيوانات المزرعة. صح صح. إيه؟ انت بتجاوب ليه؟ انت بتجاوب ليه؟ ده فريقك، ده فريقه هو. انتوا ما جاوبتوش بسرعة ليه؟ لأن هو قالوا احنا لازم نجاوب. انا عمال اقول خلاص السؤال ده كان ليهم وهم جاوبوا، جاوبوا على اللي بعده. ما تجاوبوش انتوا. احنا عمال اهو. اسمع بصوت عالي. اللون الاسود هو اللون الذي يستطيع صنعه من الفحم؟ صح، برافو. الصقر والنسر والعصفور من الطيور الجارحة، صح ولا غلط؟ صح. غلط. مش كلهم، لأن العصفور مش من الطيور الجارحة. الله يا ابني عالم في نفسك والله. لا عالم عالم. انا واخد إجابة محمد وهو واثق من إجابة. إلسا، إلسا هي البطلة الثانية لفيلم الكلاسيكي المرسوم بتاعت فروزن. طب انت مين؟ إلسا. صح ولا غلط؟ صح. برافو. ماشي، انا مش هسالهم سؤال تاني عشان شقاوتك دي، وهنخش على المهمه التانيه.